بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما هو مصير الأطفال المسلمين الذين يولدون في الغرب؟ كيف نقوي إيمانهم؟ كيف ننقذهم من الإلحاد؟ الحقيقة النسب التي اطلعت عليها مؤخرا والأسئلة التي جاءتني شيء مرعب. أيها الأحبة، الكثير من أبنائنا هناك ينجرفون باتجاه التيار العلماني والإلحادي، ومنهم من يدخل في مجال الشذوذ وشرب الخمر والزنا، فضلا عن أنه ينسى دينه وينسى أصله، بل لا منهم من لا يتكلم اللغة العربية، وبخاصة الأجيال الجديدة. الحقيقة أيها الأحبة، أنا اطلعت على بعض فيديوهات عن أخذ أطفال من آبائهم بحجة أن هذا الأب غير صالح لتربية الأطفال. أيها الأحبة، أنا أود أن ألخص لكم المشهد. الديمقراطية والعدالة في الغرب زائفة بكل بساطة. من يعيش هناك ويعاني يلمس هذا الموضوع، ولكن هم يؤمنون لك الرفاهية، المال، العدالة الظاهرية، أما في حقيقة الأمر أنت لا تستطيع أن تختار كيف تربي ابنك، وهذا بفعل القانون هناك على فكرة. لذلك أنا قبل مدة وضعت فيديو موجود على اليوتيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ ممن يقيم بين ظهراني المشركين، وأعطيت وجهة نظري حول هذا الحديث. هذا الحديث فيه تحذير شديد أيها الأحبة، ولكن قلت كيف نخرج من هذا التحذير، لأن الحديث خطير وحديث صحيح. أنا بريء، عليه الصلاة والسلام هو يقول ذلك، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الملحدين أو المشركين عفوا. هنا الحديث تضمن كلمتين، يقيم، إقامة يعني استقرار، وظهراني. ما معنى ظهراني المشركين؟ لم يقل في بلاد المشركين، لأن الأرض لله أيها الأحبة. فأنت أيها المسلم الذي تعيش في أمريكا أو فرنسا أو السويد أو أوروبا أو كندا أو أي بقعة في الصين في الهند، أي بقعة في العالم، هي أرض الله. وفي القرآن لا يوجد أرض للمشركين وأرض للمسلمين وأرض للملحدين وأرض للبوذيين، لا. سيدنا موسى ماذا قال؟ هذه الحقيقة يجب أن تضعها في دماغك، أن هذه الأرض هي أرض لله وليست أرض المشركين. سيدنا موسى ماذا قال لقومه؟ قال يا قوم اتقوا الله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه الأرض أخي الحبيب قد يشاء الله أن يورثها لك ولأبنائك إذا أراد، وللمسلمين المستضعفين. اليوم لو نظرنا إلى خارطة العالم ونظرنا إلى خارطة العالم زمن فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وكان المؤمنين مستضعفين لدرجة أن الذي يعارض فرعون يقتلون أبنائه، كان فرعون يقتل ويذبح أبناء المؤمنين عقوبة لهم لكي يمنع الآخرين من أن يؤمنوا، كان فرعون يقتل من لا يسجد له، قال أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. في ذلك العصر لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تزيح فرعون عن هذا الجبروت وهذا العنف وهذا الإرهاب الذي يمارسه، ولكن إرادة الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهلكه الله وأورث الأرض لمن؟ الأرض والكنوز والأنهار والثروات أورثها لمجموعة من الناس
مجموعة من الناس أيها الأحبة مستضعفين جدا. إذن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ليس فقط نمن عليهم ننقذهم من فرعون، لا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يرثون هذه الكنوز والأموال، وهي أموال حلال مع العلم أنها حرام على فرعون لأنه سرقها، ليست ملكا له. الآن أنت كمسلم تعيش في الغرب، يجب أن تثق بوعد الله وتثق أن هذه الأرض هي لله، لا توجد أرض لفلان وأرض لفلان، الأرض كلها، الكرة الأرضية لله. لذلك اقرأ القرآن آيات كثيرة، لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض، عشرات الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة. وأرضي واسعة، لم يقل أرض فلان، أرضي، أرض الله تعالى. فإذا أيها الأحبة، أول قاعدة يجب أن تعتقد أن هذه الأرض أرض الله وليست أرض فلان أو فلان. الآن ظهراني المشركين، كيف نفهم هذه الكلمة؟ الله تبارك وتعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني أنت تقول لشخص إذا أردت أن تدعمه تقول أنا في ظهرك، يعني أنا أحميك وأدعمك ولا أتخلى عنك. ظهيرا أي متكاتفين، أي أنك تعتمد على هؤلاء المشركين في عملك وحياتك وقوتك وثقافتك ومعيشتك وعاداتك وتقاليدك، هذا هو الذي تبرأ منه. طيب كيف نخرج خارج دائرة هذا التبرؤ؟ العملية بسيطة، وأنا قلت يعني أرجو مشاهدة الفيديو الذي ذكرته لكم، أن تنوي أن تكون داعيا إلى الله بإذنه، أن تدعو إلى الله، أن تكون نيتك الدعوة وليس نيتك، ليست نيتك المال أو أن تقتات على ما يرمونه لك، لا، أو أن تستفيد ماديا، لا، الدعوة إلى الله. لأنك إذا مت وفي نيتك أنك تدعو إلى الله، صدقني ستموت شهيدا، لك أجر الأنبياء. أما إذا مت وأنت تخدم غير المسلمين ومطمئن لديهم وتنسى لقاء الله عز وجل، فالوضع خطير. لذلك أحبتي في الله، بالنسبة للذي يقيم في بلاد الغرب أو الشرق، ما دام الدول يعني أنظمة غير إسلامية، يجب أن يكون واعيا وحكيما، ويجب أن يتميز بالحنكة. يا أخي أنت موجود في بلد له قوانين لا تستطيع تغيير هذه القوانين، القوانين لديهم تقول بأن هذا الطفل إذا لم يتبع قوانين الإلحاد سيؤخذ منك لأتفه سبب، فيجب أن تكون واعيا تحافظ على أطفالك، حاول أن تجد لهم مكان مناسب، حاول أن تنتقل من مكان إلى مكان، لأن المدن ليست نفس النظام موجود فيها، المناطق تختلف من مكان إلى مكان، القوانين تختلف، العادات تختلف. أسكن في مكان فيه تجمع للمسلمين، تستأنس بهم، تستفيد من تجاربهم، لا ترمي نفسك هكذا، المؤمن كيس فطن. وهذا الطفل أمانة، أمانة عندك، فلا تفرط. يعني طبعا أنت لا أستطيع أن أحملك المسؤولية في حال أن هذا الطفل تعرض لإيذاء، إنما أنت عليك جزء من المسؤولية أنك وضعته في هذا الجو. طيب أنا جاءتني أسئلة فقط، يعني أحد الإخوة يقول: طيب ماذا عن الذين هربوا من أوطانهم بسبب الحروب، بسبب الظلم، بسبب عدم وجود عمل، بسبب عدم وجود علاج صحي، بسبب عدم وجود تعليم؟ يا أخي الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى،
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. انظر إلى الآخر لا تنظر إلى الدنيا. سيدنا يعقوب وكل الأنبياء كان حريصا على أبنائه ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لتكن عينك بالنسبة لطفلك كيف سيموت، هل سيموت مسلما أم ملحدا أم مشركا أم عاصيا أم غير ذلك. يعني أنا بالنسبة لي أنا أنظر لأبنائي بالدرجة الأولى ما هو مصيره يوم القيامة قبل الدنيا. الدنيا لا يهم أيها الأحبة، هذه الدنيا ستمضي، يعني سواء كان معك المليارات ستموت وتتحول إلى تراب، أو كان كنت معدم ستموت وتتحول إلى تراب. إذن الذي هرب من بلده كما قلت لكم أيها الأحبة وأساء اختيار البلد، قادته الظروف والقدر وكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، يجب أن تعتقد أنك وجدت هنا لحكمة، أن الله ساقك إلى هذا المكان لحكمة، ربما ساقك ليهدي بك أحدا. فيجب أن تضع في رأسك موضوع الدعوة إلى الله، تغتنم أي فرصة لتقدم نصيحة، قدم معجزة علمية، لا الفت انتباه الناس للقرآن. معظم الناس في الغرب يجهلون ما هو القرآن، لا تظن أن لديهم ثقافة، لديهم جهل كبير حتى بدينهم، يعني لو كان لديهم دين. فأنت مهمتك أن توضح، الله وضعك في هذا المكان فاعتبر نفسك داعية إلى الله. وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الآية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا أنت خير أمة؟ لماذا أنت أيها المسلم أفضل من أي شخص آخر بتقييم الله لك؟ تقييم البشر لا، ربما تكون أنت في الأسفل، ولكن تقييم الله لك ونظرة الله لك أنك أنت خير من، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدرجة التقوى التي تبلغها هي المقياس. طيب لماذا أنت خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا الذي يميز الإنسان المؤمن. إذن أيها الأحبة، السؤال هنا وردني، هذه تعليقات قرأتها على الفيديو السابق قبل قليل، ماذا عن الذي لا يعرف كيف يدعو إلى الله في الغرب؟ القضية أخي الحبيب، الدعوة إلى الله، نحن لدينا مشكلة، أننا نعتقد أن الدعوة إلى الله يجب أن تتقن اللغة العربية وأن تحفظ القرآن وتحفظ الأحاديث النبوية وتحفظ كتب الفقه. لا يا أخي، الصحابة كان يدعو بآية، كان لديه آية يدعو بها. من الصحابة من مات ولم يحفظ من القرآن إلا الشيء القليل. هناك أناس آمنوا قبل موقعة بدر ربما بأيام، يعني لم يتعلم إلا ربما آيات من القرآن، ومات في معركة بدر، وسيحشر هذا الإنسان مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما الذي قدمه؟ إذن آية واحدة تفهمها تدعو الناس بها. والقرآن فيه عجائب كثيرة أيها الأحبة وبسيطة. أقل شيء قدم صورة للآخرين أنك أنت لا تشرب الخمر، أنت تصلي، أنت تحافظ على الطهارة، على الوضوء، أنت لا تلعب الميسر القمار، لا تنظر إلى النساء. قيم الإسلام عالية جدا، هم ليس لديهم هذه القيم. إذن أخي الحبيب، الدعوة لا تحتاج إلى معلومات، تستطيع أن تدعو حتى بسورة قل هو الله أحد. يمكن أن توضح لمن تحتك به، في جارك، في العمل، في البيت، في الشارع، في الكذا، وضح له هذه الأشياء والمجال مفتوح. على الأقل يا أخي أرسل فيديوهات عبر واتساب إذا لم ترد الاحتكاك،
خذ فيديو مترجم إلى لغة بلدك التي تعيش فيها وأرسله إلى قائمة الاتصال التي لديك، ربما فيها طبيب غير مسلم، فيها مثلا صديق، جارك، فلان، ولو واحد، ربما يهدي الله بك رجلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم كانت في ذلك الوقت مثل إذا واحد اليوم لديه سرب طائرات فخمة، حمر النعم شيء كبير. طيب، السؤال الآخر: ما هي يعني الإجراءات التي تنصح بها؟ شوف أخي الحبيب، استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. الاستعانة بالله، الدعاء المتكرر، اللجوء إلى الله. والله إن علم الله منك صدقا لن يخذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يخذلك في أولادك. كل مناسبة لها دعاء. أنا خفت على أطفالي، سيدنا يعقوب خاف على ابنه فدعا بدعاء أدعو به أنا الآن، دعاء علمني إياه سيدنا يعقوب قبل آلاف السنين، حفظ الله به سيدنا يوسف في البئر، وحفظه في السجن، وحفظه من فتنة الفاحشة والعياذ بالله، وأكرمه بأن جعله ملكا على أعظم دولة في ذلك الوقت، مصر. ماذا قال؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا دعاء كرره 7 مرات كل يوم صباحا ومساء، لا تنساه أبدا. فالله خير حافظا، وأنت تمسح على وجه ناصية ابنك، هنا امسح عليها هكذا وهكذا، وأنت تقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وتثق بالله. الله سيعلمك كيف تحمي ابنك في الظروف الصعبة. وهذا طبعا، هذا العمل أنا أمارسه، وكل مؤمن يجب أن يمارسه في الشرق أو في الغرب، دعاء الحفظ. عندما تشعر بالظلم وأنت في بلاد الغرب وأنت مستضعف، تذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، استمع إلى سورة القصص، سورة رائعة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اقرأ وتمتع بهذه القصة واستمع لهذه القصة كل يوم، تمنحك الثقة. هذه السورة نزلت لتعزز الثقة في قلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مستضعفا ولم يجد من يعينه إلا الفقراء والمساكين في ذلك الوقت، ولكن الله كفاه أن أنزل هذا القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، أدعية كثيرة عندما تشعر بالظلم: قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت الذي نجاه الله ببركة هذا الدعاء. حاول أن تغرس في أطفالك، إياك أن تهمل اللغة العربية، هذه الكارثة، لأن اللغة العربية إذا نسيها الطفل انساق باتجاه الثقافات الأخرى. الذي حفظ اللغة العربية هو القرآن، فدائما حفاظك على اللغة العربية يعني حفاظك على القرآن. لذلك ينبغي أن تهتم باللغة العربية، تهتم بالقرآن الكريم، الاستماع للقرآن كل يوم، وأن تنوي أن تكون داعيا إلى الله. يعني أنا أعتقد أن هذه مصيبة، أننا نعتقد أن الدعاة في العالم الإسلامي فلان وفلان وفلان. لا يا أخي، المسلم هو داعية. بمجرد أنك تقول لا إله إلا الله أنت أعلنت أنك داعية إلى الله. كل مسلم هو داعية إلى الله إذا كان يفهم الإسلام. ليس من الضروري أن يدرس في كليات الشريعة وكليات الكذا ويحفظ وكذا، لا، أنت تدعو بقدر العلم الذي أكرمك الله به، حتى لو كانت معلومات بسيطة، تدعو إلى الله، تساهم في نشر هذا العلم النافع، تساهم في ترجمة معلومة ونشرها،
الأمور ميسرة جدا أيها الأحبة. الذي وصل إلى بلاد الغرب عبر البحار وعبر ودفع وكذا، يعني لا يعجز أن يترجم مقطع فيديو أو يبحث عن من يترجم له ويرسله للناس، يعني ليست قضية صعبة يعني. إذن أنا أقول وأكرر أيها الأحبة الدعوة إلى الله، الحذر، الدعاء، أن تدرس القوانين الموجودة في هذه البلد، وإياك أن تطيع المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال عليه الصلاة والسلام، ولتكن نظرتك باتجاه الآخرة وليس باتجاه الدنيا، يعني كيف سأموت وكيف سيموت أولادي، هذه نظرتك يجب أن تكون. ثم نحن هنا في العالم الإسلامي عندما تحل في بعض دول العالم الإسلامي الحروب وبعض الانهيارات الاقتصادية وبعض الظلم الذي يتعرض له بعض الناس والفقر وبعض الأوبئة وكذا كذا، هذا يا أخي كله اختبار من الله، ستجزى عليه أضعاف مضاعفة يوم لقاء الله. لا تظن أنك إذا هربت إلى الغرب يعني أنت تفوز برحمة الله، لا بالعكس، النبي صبر وأوذي ويعني كل أنواع الصبر نجدها لدى هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن مفتاح الجنة هو الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي آية أخرى، ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن الجنة تحتاج إلى صبر. الصبر على ماذا يكون؟ إذا جلست في فيلا وكل الخدمات متوفرة لديك وكل شيء متاح، على ماذا تصبر؟ طبعا هناك الصبر على الغنى أصعب من الصبر على الفقر على فكرة، يعني شرحنا هذا في فيديو سابق. فعملية الصبر أيها الأحبة تحتاج إلى بلاء، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا ابتلاك الله بمرض أو بظلم أو بنقص أو بأي مشكلة أخرى، اعلم أن هذا البلاء سيعود عليك خيرا يوم لقاء الله. وبالتالي أخي الحبيب، عش هذه الدنيا من أجل الآخرة، ولا تعش هذه الدنيا من أجل الدنيا بل من أجل الآخرة، لتكون عينك على الآخرة. ستختلف المقاييس لديك في كل شيء، سترى الدنيا والكون تراه بمنظار آخر، همومك ستختلف لأن لديك هم كبير هو ما بعد الموت، فتصبح هموم الدنيا بسيطة جدا. وكما قلت لكم أحبتي في الله، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، وأكرر هذا الدعاء دائما أذكر به، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.